السلام عليكم لكل من يتابعنا اليوم في محاضرة سرطان عنق الرحم والتي يشرفني أني أشارك اليوم جمعية أصدقاء مرضى سرطان في عقد هذه المحاضرة عن سرطان عنق الرحم التي تأتي في إطار فعاليات شهر يناير للتوعية حول سرطان عنق الرحم هذا المرض الخطير الذي أصبح يهدد حياة الكثير من النساء على مستوى العالم بالرغم من انه مرض يمكن الوقايه منه بطرق وقايه متوفره في دوله الامارات وفي معظم دول العالم محاور محاضرتنا اليوم سوف نحاول انه نتطرق لكل ما يتعلق بهذا المرض الخطير من عوامل ومنهم الفئات الاكثر عرضه للاصابه وكيفيه تطور المرض ومراحل تطوره والاسباب والعراض طرق العلاج والوقاية وما هي توصيات منظمة الصحة العالمية للعمل على تقليل حالات الإصابة بهذا المرض الخطير. نتعرف أولاً على عنق الرحم. عنق الرحم هو جزء من الجهاز التناسلي للمرأة والذي يتكون من المهبل، فتحة عنق الرحم. عنق الرحم هو الجزء السفلي من الجهاز التناسلي للمرأة. الرحم قناتي فالو والمبيضين عنق الرحم يربط الرحم بالمهبل اسطواني الشكل يتكون من عضلات قوية كما يحتوي على فتحة صغيرة في منتصف وتسمى فتحة عنق الرحم ما هي وظيفة عنق الرحم؟ طبعا عنق الرحم يحافظ على الجزء العلوي من الجهاز التناسلي للمرأة معقما ومحميا من أي ملوثات خارجية طبعا عنق الرحم هو الجزء السفلي للجهاز التناسلي للمرأة ومن خلاله يتم من خلاله يتم حماية الرحم والحمل وتسهيل عملية الولادة للجنين طبعا يعمل على تسهيل خروج الافرادات المهبلية ودم الحيض من الرحم الى المهبل، توجيه الحيوانات المنوية من المهبل الى داخل الرحم اثناء العملية الجنسية، كما يساعد على حماية الجنين وتقوية الحمل وتسهيل خروج الجنين اثناء الولادة. فعمق الرحم إذا كان عنده أي أي تغيرات غير طبيعية، فبالتالي بيعمل على عدم تحمل الرحم للجنين، وبالتالي المحافظة على عنق الرحم بطريقة سليمة تؤدي إلى تقوية عنق الرحم والحفاظ على الجنين حتى يكتمل الحمل والولادة. إذا ما هو سرطان عنق الرحم؟ عرفنا موقع عنق الرحم من الجهاز التناسلي للمرأة اللي هو الجزء السفلي من الجهاز التناسلي للمراه. اذا هذا هو السرطان، سرطان عنق الرحم هو نوع من انواع السرطانات التي تصيب خلايا عنق الرحم. يحدث عندما تبدا خلايا عنق الرحم في التغيير من طبيعتها ووظيفتها مما يؤدي الى نمو الخلايا بصوره غير طبيعيه وبشكل عشوائي فيحدث الورم او السرطان. حقائق حول سرطان عنق الرحم طبعا سرطان عنق الرحم سنويا يؤدي إلى إصابة حوالي 500 خمسة ألف ألف حالة من السيدات يتم اكتشافه مصابة بسرطان عنق الرحم كما تتوفى حوالي 300 ألف سيدة من جراء الإصابة بسرطان عنق الرحم بالرغم من أنه مرض ممكن الوقايه منه اذا تم اكتشافه مبكر وطرق علاجه ناجحه جدا. المسبب الرئيسي لسرطان عنق الرحم هم سلالات محدده من فيروس الورم الحليمي البشري اللي هو هرمون بابيوما فيروس المنقوله جنسيا حيث تلعب دور كبير في التسبب في معظم حالات سرطان عنق الرحم. هناك أكثر من مئة نوع من فيروس الورم الحليمي البشري، لكن أكثرها انتشاراً هما فيروسان <applause> 16 و18، وهما المسؤولان عن حوالي 80% من حالات الإصابة بسرطان عنق الرحم، أما الأنواع الأخرى ممكن تؤدي إلى إصابة المرأة بالتآليل التناسلية، والبعض الآخر ممكن يصيب المرأة ويتم التخلص منها تلقائيا وتشفى المرأة منها خلال سنة إلى سنتين نسبة الإصابة حوالي سبع حالات لكل مئة ألف سيدة سرطان عنق الرحم يحتل المرتبة الثانية عالميا من بين السرطانات التي تصيب النساء بعد سرطان الثدي كما يحتل المرتبة الرابعة من حيث نسبة الوفيات بين النساء من جميع أنحاء العالم نصف حالات الإصابة بالسرطان تحدث في سن 35 إلى 55. الفترة هذه التي تكون السيدة أكثر نشاطا جنسيا. مرحلة الإصابة الفيروسية المسببة لهذا السرطان على الأغلب تكون قد بدأت بعمر بين 20 و30 وتظل من 5 إلى 10 سنوات حتى تتمكن من أنسجة عنق الرحم وتسبب السرطان إذا لم يتم اكتشافه بشكل مبكر. وعلاجه بالطريقة الصحيحة. سبعين في من الحالات تشخص في مرحلة متأخرة، آه بالتالي آه يكون آه معها فرصة العلاج والشفاء من هذا المرض الخطير ضئيلة. من هم الفئات الأكثر عرضة لخطر إصابة بسرطان عنق الرحم؟ طبعاً أكثر الفئات عرضة بسرطان عنق الرحم. النساء، كونك امرأة فأنت أكثر عرضة للإصابة بسرطان عنق الرحم. أكثر انتشاراً بين النساء تحسين 35 سنة. النساء الحاملات لفيروس نقص المناعة المكتسبة. كل ما كان جهاز المناعة عندك ضعيف، كل ما كنت أكثر عرضة للإصابة بسرطان عنق الرحم. النساء المصابات بأمراض نقص المناعة أو انخفاض المناعة في الجسم نتيجة علاج كيميائي سابق أو زرع أعضاء أو علاج متواصل ببعض العقاقير المطبقة للجهاز المناعي مثل الاسترويدات فإذا كانت المرأة تحت علاج هذه العقاقير التي تعمل على خفض جهاز المناعة عندها فبالتالي بتكون أكثر عرضة للإصابة بسرطان <applause> أو إذا كيفية تطور سرطان عنق الرحم؟ سرطان عنق الرحم آه يظهر يبدأ في إظهار التغيرات المتعلقة بالعدوى من خلال ثلاث إلى ثمان أشهر من فترة الحضانة بعد تعرض عنق الرحم لفيروس الورم الحليمي. قد تختفي هذه التغيرات تلقائيا وتتراجع في 60% من المرضى خلال سنتين إلى ثلاث سنوات، طبعا يعتمد على مناعة كل سيدة. ويعتمد إذا كانت من هنا تأتي أهمية الكشف المبكر والفحص الدوري إذا تم اكتشافه بشكل مبكر فبالتالي بتكون المرأة في الجانب الآمن من تطور المرض وإصابته بالسرطان والوصول إلى المراحل المتأخرة التي يصعب معها العلاج والشفاء 30 إلى 70% من المرضى الذين يعانون من آفة عنق الرحم بالدرجة العالية يمكن أن يصابوا بالسرطان في غضون عشر سنوات إذا تركوا دون علاج طبعا معظم السيدات إذا ما كانت متابعة حالته الصحية بشكل دوري والكشف الدوري عند اختصاصية أمراض النساء والولادة فبالتالي يتأخر اكتشاف سرطان عنق الرحم ومعه يكون فرصة الشفاء منه وفرصة العلاج ضئيلة مراحل تطور سرطان عنق الرحم طبعا سرطان عنق الرحم وكل السرطانات تبدا من المرحله الاولى الثانيه الثالثه الرابعه وكلما زادت المرحله كلما كان تطور السرطان درجه متاخره التي معها يصعب الشفاء يصعب العلاج والشفاء بالنسبه للمرحله الاولى حسب الجمعيه الامريكيه للسرطان طبعا هناك تقسيمات مختلفه لكن احنا بنتكلم بشكل عام المرحله الاولى يكون السرطان محصور فقط في عنق الرحم طبعا رؤيه الخلايا السرطانيه لا يظهر الا في عينات الخزعه الموجوده تحت المجهر وتقتصر على عنق الرحم المرحله الاولى قسموها الى مرحلتين كمان تعتمد على هل يمكن رؤيه الخلايا السرطان بالعين المجرده اثناء الفحص او من خلال المجهر المرحلة الثانية يكون حجم السرطان أصغر من أربعة سنتي والمرحلة الثانية اللي بيتو يكون حجم السرطان أكثر من أربعة سنتي وكله يعتمد على حجم الورم ومدى تغلغل الورم في خلايا أنسجة عنق الرحم. بالنسبة للمرحلة الثانية طبعا يبدأ ينتشر السرطان إلى الأنسجة القريبة من عنق الرحم أو الجزء العلوي من المهبل. المرحلة الثالثة يبدأ ينتشر السرطان إلى أنسجة عنق الرحم بما في ذلك الجدران الجانبية للحوض والجزء السفلي من المهبل وهذا قد يؤدي إلى تورم في القدمين أو مشاكل في البول نتيجة لكبر حجم الورم وضغطه على المتانة البولية المرحله الرابعه تنتشر الخلايا السرطانيه خارج عنق الرحم الى المثانه البوليه والمستقيم او الاعضاء البعيده مثل الكبد والرئه ومتى ما وصلت المراه الى هذه المراحل المتاخره فتكون نسبه العلاج ونسبه بقائها على قيد الحياه ضئيله اذا ما هي الاسباب وعوامل الخطوره كيف اكتشف كيف اعرف ايش هي ايش هي الاسباب اللي تعمل على اصابتي بهذا المرض الخطير. طبعا السبب الرئيسي الاول للاصابه بسرطان عنق الرحم هو الاصابه بسلالات محدده من فيروس الورم الحليمي البشري النوعان السادس عشر والثامن عشر وانواع العدوى الاخرى العدوى الاخرى المنقوله جنسيا. العامل الثاني النشاط الجنسي والنشاط الجنسي المبكر وتعدد الشركاء العامل الرئيسي طبعا هم الفيروسان السادس عشر والثامن عشر لكن هناك عوامل أخرى تساعد على الإصابة بهذا الفيروس مثلا التدخين والتعرض لدخان المدخنين استخدام حبوب منع الحمل لفترات طويلة أكثر من خمس سنوات دون استشارة طبية يعتبر كمان واحد من اسباب آه الاصابه بسرطان عنق الرحم والتي تعرضك لخطوره الاصابه به فيجب استعمال حبوب منع الحامل باستشاره طبيه. كثره الانجاب اكثر من سبع اطفال كمان يعتبر واحد من عوامل الخطوره التي ممكن تؤدي الى الاصابه بسرطان عنق الرحم. إذا ما هي أعراض وعلامات سرطان عنق الرحم؟ كيف أكتشف أنه عندي عارض من عوارض سرطان عنق الرحم؟ طبعاً للأسف أعراض سرطان عنق الرحم لا تظهر في المراحل المبكرة تبدأ بالظهور فقط في المراحل المتأخرة من هنا تأتي أهمية الكشف الدوري المنتظم عند الطبيبة اختصاصية أمراض النساء والولادة متى ما تم اكتشاف أي تغيرات غير طبيعية في عنق الرحم فبالتالي تكوني في الجانب الآمن من تطور المرض وإصابتك بسرطان عنق الرحم الأعراض ممكن ظهورها في المراحل المتأخرة إفرازات مهبلية غزيرة ومتواصلة قد تكون ليس لها لون أو مصحوبة بدماء وذات رائحة كريهة نزيف مهبلي بعد الاتصال الجنسي وبين الدورات الحرية أو بعد انقطاع الطم أي عارض من هذه العوارض الغير طبيعية إذا لاحظتيها على نفسك فلا تتأخري في استشارة اختصاصية أمراض نساء وولادة من الأعراض كمان ألم في الرجل أو الحوض أو ألم أثناء الجماع الشعور بالحاجة إلى التبول بشكل متكرر مع ألم عند التبول عندما تبدأ الأعراض في الظهور يكون المرض قد وصل إلى مرحلة متأخرة وبالتالي يكون مع فرصة العلاج والشفاء ضئيلة فمن هنا تأتي أهمية الكشف الدوري المنتظم عند اختصاصية أمراض نساء وولاده، واهميه اتباع كل طرق الوقايه من هذا المرض الخطير الذي سوف نتطرق لها لاحقا في محاضره اليوم. طرق علاج سرطان عنق الرحم. طبعا هناك طرق علاج مختلفه لسرطان عنق الرحم تعتمد على مرحله اكتشاف المرض وسن المريضه. لكن يعتبر الجراحة تكون هي طبعا الطريقة الوحيدة لعلاج سرطان عنق الرحم، مثلما تم اكتشافه بشكل مبكر، وتتم بطريقتين، إما بالجراحة المفتوحة أو من خلال تنظير البطن والجراحة الروبوتية. هناك أشكال مختلفة للجراحة المستخدمة في علاج سرطان عنق الرحم، والتي تتمثل بالطرق التالية: الخزعة المخروطية، استئصال عنق الرحم، استئصال الرحم كليا. استئصال قناتي فالوب واستئصال قناتي فالوب والمبيضين. العلاج الاشعاعي استخدام يتم باستخدام اشعه عاليه الطاقه مثل الاشعه السينيه لقتل الخلايا السرطانيه ومنعها من النمو. العلاج الكيميائي يستخدم لايقاف نمو الخلايا السرطانيه ويتم استخدامه اما بتناوله عبر الفم او من خلال حقنه بالوريد او العضلات. وقد يتم اضافه كعلاج اخر الى جانب العلاج الاشعاعي العلاج المناعي يتم من خلال تعزيز جهاز المناعه لدى المريضه حتى يتم تصنيع ادويه مطوره لتحفيز الجهاز المناعي واستهزاء الخلايا السرطانيه اما العلاج الموجه فيعتمد على تاثير الادويه على جزيئات معينه في الخلايا السرطانيه لمنع نموها طبعا هذه كل الطرق المختلفه لعلاج السرطان عنق الرحم والتي يتم اتباعها حسب مرحله تطور السرطان عند كل سيده وحسب كل سن كل سيده طرق الوقايه من سرطان عنق الرحم طبعا دي اهم محاور محاضرتنا لي اليوم والتي أتمنى أن كل سيدة تعمل على اتباع هذه الخطوات حتى تكون في الجانب الآمن من الإصابة بهذا المرض الخطير الذي أصبح يفتك بحياة الكثير من السيدات بالرغم من أنه مرض ممكن الوقاية منه مرض سهل العلاج إذا تم اكتشافه في مراحل مبكرة طبعا الطريقه الاولى او الاوليه هي التطعيم، التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري اللي بابيلوما فيروس فاكسين المعروف طبعا بلقاح سرطان عنق الرحم. الفئات العمريه المستهدفه هم طالبات المدارس بين عمر 13 و 14 تعطى لهن جرعتان بفاصل 6 اشهر. اما الفئه العمريه من سن 15 الى 26 تعطى لهن ثلاث جرعات حيث يتم إعطاء الجرعة الثانية بعد شهرين من الجرعة الأولى وتعطى الجرعة الثالثة بعد ستة أشهر من الجرعة الأولى يتم إعطاء لقاح فيروس الورم الحليمي البشري مرة واحدة في العمر ويفضل إعطاءه قبل الزواج الطريقة الثانوية أو الطريقة الثانية من طرق الوقاية من سرطان عنق الرحم هي فحص مسحة عنق الرحم. هيئة الصحة أطلقت برنامج فحص مسحة عنق الرحم للحد من عدد النساء المصابات بسرطان عنق الرحم وعدد النساء اللاتي يتوفين من جراء هذا المرض. قلت في البداية أنه تقريباً خمسة ألف سبعمية ألف إمرأة تموت من يتم اكتشافها سنويا مصابة بسرطان عنق الرحم على مستوى العالم وحوالي 300 ألف إمرأة تتوفى من جراء هذا المرض الخطير يدعو البرنامج كافة النساء بين سن 25 و 65 سنة للخضوع للفحص الفحص الدوري لعنق الرحم يساعد في الكشف عن الخلايا غير الطبيعية مبكرا مما يوفر فرص أكبر للشفاء وتكون فرصة العلاج والشفاء, والشفاء النهائي من هذا المرض عالية أوضحت التقديرات أن الكشف المبكر والعلاج يمكن يمكن أن يمنع 75% من حالات سرطان عنق الرحم من التطور لمراحل متقدمة هذه الطريقه تمكن من اكتشاف سرطان عنق الرحم قبل ظهوره بحوالي خمس الى عشر سنوات طبعا فحص مسحه عنق الرحم اذا تم لكل سيده فحص دوري عند اختصاصيه امراض نساء اولاده واجراء هذا الفحص فبتكون في الجانب الامن من الاصابه بسرطان عنق الرحم كون التغيرات تاخذ فتره طويله من خمس الى عشر سنوات حتى انه يتكون السرطان. اذا من هم الفئات العمريه اللي لازم تعمل فحص مسحه عنق الرحم؟ طب وعدد المرات طب عدد مرات الكشف تبدا مسح فحص مسحة عنق الرحم يبدأ من سن 25 طبعا لكل السيدات المتزوجات من سن 25 ل 29 كل ثلاث سنوات ومن سن 30 إلى 65 كل خمس سنوات أما من 65 وما فوق ففحص اللواتي لم يخضعن للفحص منذ عمر 50 سنة أو اللواتي ظهرت لهن فحوصات غير طبيعية إذا كيفية إجراء فحص مسحة عنق الرحم. طبعا فحص مسحة عنق الرحم يتم عند اختصاصيات أمراض نساء وولادة من خلال إدخال جهاز في المهبل السبيكولم جهاز فحص المهبل طبعا هذا عنق الرحم عند إدخال الجهاز يكون ظاهر عنق الرحم مثل ما قلنا أنه الجزء السفلي من الرحم الظاهر في المهبل ومن خلال فرشاة صغيرة يتم إدخاله في فتحة عنق الرحم ويتم جمع الخلايا من فتحة عنق الرحم ويتم إرساله إلى المعمل طبعاً اختبار مسحة عنق الرحم يسمى اختبار نيكولاس مير تؤخذ خلايا من عنق الرحم وتخضع بعد ذلك للفحص المعملي بحثا عن أي تغيرات غير طبيعية في الخلايا يكشف الاختبار عن الخلايا الشادة في عنق الرحم التي تظهر تغيرات تزيد من خطورة الإصابة بسرطان عنق الرحم قبل أن تتحول لخلايا سرطانية إن وجدت طبعا اذا تم اكتشاف اي خلايا سرطانيه اهميه الفحص هذا يتم من خلال اكتشاف اي خلايا سرطانيه في بدايه ظهوره او في بدايه تغيرات اللي ممكن تؤدي الى سرطان عنق اذا تم اكتشافه فبالتالي يتم استدعاء المريضه واجراء الفحوصات اللازمه فحص مسحه عنق الرحم كمان يتم من خلال اختبار الحمض النووي للكشف عن فيروس الورم الحليمي البشري للخلايا التي تم جمعها من عنق الرحم بحثا عن العدوى باي نوع من انواع الفيروس التي يرجح ان تؤدي الى الاصابه بسرطان عنق الرحم اذا كان فحص مسحه عنق الرحم ايجابي سيتم اجراء فحص شامل لعنق الرحم يتم استدعاء المريضه ويتم فحص كامل للمريضه باستخدام جهاز تكبير خاص يسمى منظار المهبل او الكولبوسكوبي للتحقق من وجود خلايا غير طبيعيه ممكن تكون سرطانيه اثناء الفحص بمنظار المهبل من المحتمل ان تاخذ الطبيبه المختصه عينه من خلايا عنق الرحم خزعه لاجراء الفحص النسيجي الفحص النسيجي يبين ويؤكد اصابه المريضه ام عدم اصابته بسرطان عنق الرحم وفي اي مرحله من مراحل السرطان، هل في بدايه مراحله؟ المرحله الاولى، الثانيه، الثالثه، ام في المراحل المرحله المتاخره الرابعه. اذا ما هي الارشادات العامه قبل اجراء مسحه عنق الرحم؟ ما هي الارشادات التي يجب على كل سيده عند ذهابه للقيام بفحص مسحه عنق الرحم؟ الارشادات التي لازم ان تتبعي، اولا عدم القيام بالتشطيف او الدش المهبلي لمده 48 ساعه قبل اجراء الفحص. الامتناع عن العلاقه الزوجيه قبل اجراء الفحص ب 48 ساعه. عدم استخدام أي أدوية موضعية مهبلية أو أي من وسائل منع الحمل الموضعية قبل المسحة ب 48 ساعة يتم إجراء مسحة عنق الرحم في أي يوم في الفترة بين اليوم العاشر واليوم العشرين من بداية الدورة الشهرية يعني بعد انتهاء الدورة الشهرية إذا ما هي الفئات التي لا تحتاج لفحص مسحة عنق الرحم؟ النساء غير المتزوجات لسنا بحاجة لإجراء هذا الفحص. النساء فوق سن 65 لسنا بحاجة لإجراء هذا الفحص. النساء اللاتي خضعن لعملية استئصال الرحم أيضا لسنا بحاجة لإجراء فحص مسحة عنق الرحم. الخلاصة نستنتج, نستنتج من محاضرة اليوم إنه مرض سرطان عنق الرحم مرض يمكن الوقاية منه متى ما قمت باتباع الخطوات اللي ممكن تؤثر على صحتك وعلى إصابتك بهذا المرض الخطير مثل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري طبعاً مثل ما قلت في المحاضرة أنه يتم إعطائه لفتيات الفتيات أو الطالبات في المدارس بعد موافقة الأهالي فمن خلال محاضرتي اليوم أتمنى أنه كل أم تعمل على تطعيم ابنتها بهذا التطعيم المهم تطعيم لقاح سرطان عنق الرحم او التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري حتى تكون ابنتها في الجانب الآمن من الاصابه بهذا المرض مستقبلا الفحص الدوري المنتظم عند الطبيبه المختصه واجراء فحص مسحه عنق الرحم طبعا متى ما اتبعت كل سيده او عملت على فحص دوري منتظم لحالتها الصحيه عند اختصاصيه امراض النساء والولاده فبالتالي بتكون في الجانب الامن من الاصابه بسرطان عنق الرحم واكتشاف المرض ان وجد في مراحله المبكره وبالتالي تكون فرصه العلاج والشفاء منه عاديه. الابتعاد عن تدخين ودخان المدخنين حاولي انك تبتعدي عن آه هذا عن اي عن التدخين واي مدخنين حتى تكوني في الجانب الامن من الاصابه بسرطان عمق الرحم عدم تناول حبوب منع الحمل لاكثر من خمس سنوات وبدون استشاره طبيه لا تتناولي حبوب منع الحمل الا باستشاره طبيه تعزيز جهاز المناعة من خلال اتباع سلوكيات حياتية وغذائية صحية طبعا متى ما كان جهاز المناعة عندك كفاءة عالية فأنت بتكوني بالتالي في حماية من هذا الفيروس الخطير لأنه متى ما كان جهازك المناعي ذو كفاءة عالية فيكون قادر على التخلص من هذه الفيروسات بشكل تلقائي إذا الإصابة بها يتم تعزيز جهاز المناعة من خلال تناول غذاء صحي غني بالخضروات والفواكه ابتعدي عن الدهون ابتعدي عن السكريات تناولي كميات وافرة من الماء مارسي نشاط حركي حافظي على وزن صحي مثالي وابتعدي عن الضغوط والتوتر الكلمة أخيرة لكل السيدات أفحصي لتأمني الكشف المبكر ينقذ حياتك وكل الشكر والتقدير لجمعية أصدقاء مرضى السرطان لجهودها المبذولة من أجل رفع مستوى الوعي الصحي حول مختلف الأمراض السرطانية وتعزيز صحة المرأة وتعزيز كل فئات المجتمع وحتى نلتقي إن شاء الله في محاضرات قادمة شكراً لإنصاتكم مع السلامة